الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا أقول لك الحمد يا الله أننا أدركنا رمضان، ولك الحمد يا الله أننا أدركنا إلى هذا اليوم. نحن الآن في هذا اليوم في أفضل الليالي، ونعلم أن ليلة 27 كما ذكر العلماء هي أرجى ليلة في ليلة القدر، مع العلم أن الصحيح أن ليلة القدر تتنقل. فلك الحمد يا رب أن أكرمتنا وجعلتنا ندرك إلى هذا اليوم. ألا تعلم أيها المشاهد وأنتم وأنا كذلك أن الله لما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تتنزل الملائكة والروح فيها، ملائكة عظام تتنزل في هذه الليلة، ما نزلت عبث. تتنزل الملائكة والروح فيها، من هو الروح؟ جبريل عليه السلام. والروح بإذن ربهم، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لك الحمد يا رب أن أكرمتنا إلى هذا اليوم. إذا علم الإنسان أنه إذا قام هذه الليلة، أيها المشاهد وأنت أيها المقدم وأنت أيها الأخ، وأنا قبلكم، الكلام لي قبلكم، وأنا أتكلم لنفسي قبلكم، حقيقة الواحد يحتاج لنفسه قبل أن يعظ الآخرين. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويتركه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الكل يريد مغفرة الذنوب، الكل يريد مغفرة الذنوب، الكل يتمنى أنه يخرج من هذه الدنيا ورب العالمين سبحانه وتعالى بعد رحمته وبعد رضاه أن يغفر الله له ذنبه. هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة عظيمة، ليلة 27، ليلة عظيمة. هذه يتمناها الصالحون. أبي بن كعب يقسم أن هذه ليلة القدر هذه نعمة تحتاج أن الإنسان يشكر الله عز وجل. لا تجعل في هذا اليوم من أذان المغرب إلى أذان الفجر، لا تجعل ثانية تفوتك، لا تجعل دقيقة تفوتك، لا تجعل ساعة تفوتك، استغلها بحذافيرها. لأن هذه الليلة قد تكون هي ليلة القدر كما قلنا، وهي أرجى ليلة، وهي أرجى ليلة، ليلة القدر. الله لما قال خير من ألف شهر ما أتى عبث. فنصيحة من محب أن الإنسان يستغل هذه الليلة بحذافيرها.